العلاقات الاجتماعية أيام زمان وهلا صارت أسوأ. أيام زمان كانت أحلى كتير كتير، كانت أحلى أيام زمان. هلا ما بقى الأخ للأخ ولا الرفيق للرفيق ولا حدا لحدا نهائيا. كل ربي أسألك نفسي كانت محبي ومودي وكذا، هلق في مصلحة أنانية 100%. إذا معك مصاري بنهبك نهب، ما معك مصاري ما بطلع فيك، عرفت؟ علاقة يعني محتومة، انتهت. الأخ أبقى لأخو. العلاقات هلا صارت جدا سيئة، يعني كنت تسأل له واحد بالشارع رايح لمحل كذا ياخذك يوصلك، حتى إذا بتاكسي تقول له تسأله عن المحل ياخذك يخليك تفضل، يدير لك على المحل ويقول لك تفضل انزل هون المحل. هلا بتحكيه بيقول لك بيجي يعصب عليك، يعصب يحكي له شي كلمة لا سمح الله، الله لا يقدر. والله قبل كانت أحسن بكثير، هلا الوضع صاير يائس كثير كثير، كثير صعب الوضع. قبل كان أحسن بكثير من هلا بشكل عام. يعني نجي من الشام من حلب من كذا، بس نوصل أهل الضيعة كلهم عنا. هلا الواحد يطلع لوين ما طلع لا بيشوف حدا ولا حدا بيجي لعنده، وبكل أسف ما في شيء مثل القديم. بس يعني كل الدول يعني متغيرة، بس يعني هون غلا صار بغير دولة لسه أغلى. يعني خاصة عم يروح الواحد منك عم يندم هديك الساعة. أنا كنت متغرب يعني، وبعد بلده ما رح يلاقي شاد ما كان، بعد بلده ما رح يلاقي. يعني اليوم أفي ما إلك نفس تروح عند أمك لأنه معك بنزين مثلا، بدك تروح تشكي لأنه أفي بنزين وأفي مازل، فهيك القصة. أنا بالنسبة إلي بشرفي ما غير علي شيء، أصدقائي هذول النين وعلاقاتي هذه هي، صرت بتحاول تخفف الروحة عند العالم، لأنه بتعرف الروحة عند العالم فيها شيء من الكلفة الزائدة للعالم وعليك، فبتتقضى القصة بتمرق.